في آخر أيام عمل مجلس العموم البريطاني قبل بدء إجازته الصيفية وأثناء انعقاد جلسة استماع لوزير البريكزيت ومستشار رئيسة الوزراء لشؤون أوروبا، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحييد وزير البريكزيت من قيادة المفاوضات مع بروكسل وأخذها زمام الأمور بنفسها. دعني أقرأ عليكم بيان الحكومة الصادر عن رئيسة الوزراء، تقول فيه عن القسم الأوروبي في مجلس الوزراء سيأخذ الصلاحيات كاملة من أجل التحضير والتفاوض للبريكزيت بدعم من وزارة البريكزيت والأقسام المختلفة. ألا تعتقدان أنه يجب عليكما تبديل المقاعد لأن قرار الحكومة يعطي صلاحيات أكبر لمسؤول الملف الأوروبي منك كوزير؟ بدا الإحراج واضحا على وجه الوزير الذي اختصر الإجابة بإصراره على الوصول إلى اتفاق جيد للبريكزيت. سنكون فريقا واحدا للوصول إلى أفضل اتفاق للبريكزيت. يأتي إعلان الحكومة في الوقت الذي تعيش فيه أزمة منذ إعلانها خطة للبريكزيت تبقي على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، خطة نتجت عنها استقالات في الحكومة وزاد معها قلق القطاع التجاري الذي ينتظر وضوحا أكثر لمستقبل بريطانيا في مرحلة ما بعد البريكزيت. أعتقد أن معظم قطاع الأعمال في بريطانيا ينتظرون توضيحات، خصوصا أنهم يعيشون فترة من عدم الاستقرار ويحتاجون للحصول على إيضاحات خلال الأسابيع القادمة. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يوقع باليوم التالي للانسحاب العام المقبل. بإعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي قيادة المفاوضات بنفسها للخروج من الاتحاد الأوروبي تضع المسؤولية بالكامل على طاولتها، فبات البريكزيت ربما الاختبار الأخير لقيادتها هرم السلطة البريطانية ما بعد شهر مارس المقبل. جيّم أبو صفية، سكاي نيوز عربية، لندن.